أنا اسمي محمد شويكي، عمري 21 سنة، ساكن مخيم شعفاط. أنا ساكن بحي زي ما شفت بالمخيم، ووضع كتير صعب، فيش مواد صحية، فيش الشوارع كلها مكسرة وأزمات وجراثيم وهيك، حتى المي وسخة والزبالة دايما بكل مكان، وصعب الوضع عنا كتير. في كتير مراكز صحية بس فيش خدمات تانية يعني غير المراكز الصحية، فيش انه بلدية تيجي تنظف الشوارع وهيك، احنا بننظفها لحالنا. اليو ان مرات بيجوا بنظفوا، بس مرات ومش كل المناطق، يعني الشوارع الفرعية بنظفوهاش، بس الشارع الرئيسي بنظفوا اليو ان، ومش كتير، مش منيح. ومخيم شعفاط زي ما شفت انه منطقة صغيرة كتير، كل العمارات قريبين على بعضهم، حتى زي ما لاحظت انه من الشباك تقدر تشوف شباك جارك يعني، وبتقدر تسمع صوته وهو بيحكي وهيك، كتير مناطق قريبين على بعض. أنا بشتغل بأوتيل من سداد دافيد، قلعة داوود في القدس. مخيم شعفاط تحت حكومة إسرائيل. كل يوم أنا لازم أستلم شغلي على الساعة 6:30، بطلع من الدار على الساعة 4:30 5 إلا، عشان ألحق، عشان في عندنا نقطة تفتيش صعبة كتير وبفتشونا وهيك وهويات وهي بتحتاج مش أكتر من 10 دقايق بالسيارة من غير جدار ومن غير أزمة. إحنا بالجيران عنا كنا إيد واحدة ومتعاونين كلنا مع بعض. أنا إذا نقي منطقة تانية بنقيش منطقة غير مخيم شعفاط، لأن أنا يعني هون ترعرعت، مع إني أنا انولدت بالطوري، بس هون ترعرعت يعني، هون كبرت، هون نضجت، كل أصحابي هون، كل هذا هون، بقدرش يعني إني أترك مخيم شعفاط.